خلينا ناخد الزميل العزيز كريم سعيد، كان حاضر هذه الواقعه وايضا هو موجود الان في الامارات، يشرح لنا اخر التفاصيل ووصلنا لايه. كريم مساء الخير عليك. مساء الخير كابتن شوبير، ومساء الخير لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، والف مليون مبروك للعوده الحميده. الله يبارك فيك ويخليك. ايه اخر الاخبار عندك؟ دكتور شوبير، خلينا ببساطه كده بس نشر للساده المشاهدين المشكله حصلت من الاول، والناس عايزين بس نتفق على مبدا من اساس في الكلام في الموضوع ده. نعم. احنا كلنا مصريين، دولة الامارات الشقيقة مستضيفانا. نعم. مستضيفة لاعبتنا ومستضيفة فرقنا عشان نلعب بطولة محلية عندهم. نعم. والناس احنا مش أول مرة بنيجي الامارات، احنا بنيجي الامارات تقريبا في السنوات الأخيرة بنيجي تقريبا معدل مرة أو مرتين في السنة. صحيح. لمناسبة أو تظاهرة رياضية مصرية. نعم. فبالتالي احنا النهاردة بنتعامل في موقف خلينا إيه نجنب تماما الانتماءات وما إلى آخره من الكلام ده. تمام. احنا ببساطه كنا حاضرين، الوفد الصحفي المصري. نعم. كان حاضر مباراه الزمالك وبيراميدز، ومدرجات الوفد الصحفي والاعلامي كانت خلف دكه بدلاء نادي الزمالك، وقدامنا الواقعه حصلت قدامنا. نعم. ببساطه دونجا كان موجود عشان هو خارج قائمه المباراه، كان موجود في المدرجات وكان بيحاول ان هو ينزل يساند زمايله في ركلات الترجيح. نعم. الاستاذ مسؤول الامن اللي كان لابس التيشيرت الاحمر واقف قدامنا. نعم. قام بمنعه، قال له مش من حقك ان انت تنزل، وحصل تراشق لفظي ما بين دونجا ومسؤول الامن. نعم. وبرضه حصل التراشقات كلها كانت لفظيه. نعم. لغايه فجاه واحنا قاعدين لقينا مصطفى شلبي بيقوم من على دكه البدلاء وبيقوم بحركه بهلوانيه في الهواء، وقام طاير في الهواء وبيحاول يلكم المسؤول الامني. نعم. يعني عايز اقول لك والله يا كابتن شوبير، نعم. الحمد لله ان هو المسؤول الامني كان لابس كاب. نعم. كان لابس كاب. ليه؟ لان اللكمه الحمد لله جت في الكاب. لك ان تتخيل الراجل ده لو ما كانش لابس كاب. نعم. كان ايه اللي حصل؟ نعم. احنا غلطانين. وحصل طبعا اللي حصل والاحداث اللي حصلت، وتم استماع الاخبار اللعيبه من الصبح. نعم. وموجودين هم فعلا محتجزين لغايه دلوقتي. ما خرجوش. نعم. بكل امانه والله العظيم يا كابتن شوبير. نعم. انا مستاء للغايه من اللي انا قريته من الاستاذ احمد سالم. استاذ احمد سالم، كان يجب انك تجنب الامور التنافسيه، وكان يجب ان تجنب الامور الرياضيه، لان مصطفى شلبي، دونجا، وعبد الواحد السيد دول لعيبه مصريه، واحنا يهمنا شكلهم طبعا، ويهمنا شكلنا، ويهمنا منظرنا، ويهمنا حياه الزمالك والاهلي. ياما كسبوا وياما هيخسروا وياما هيكسبوا بطولات وياما هيلعبوا بعض في كل الالعاب بعد كده. نعم. كتب قدامي دلوقتي بكل امانه، بكل امانه، هو حديث غير مسؤول، وللاسف يحطنا احنا كمصريين بشكل وحش. حتى انا هاخد كوت من الاستاذ احمد سامي اللي كتبه، قال ان احنا بنتعرض لاجواء غير مناسبه وضغوطات غير محتمله. هو مين لحضرتك اللي حطك في الاجواء الغير مناسبه والضغوطات غير المحتمله؟ نعم. هو اللاعب هو اللي غلط. نعم. فاحنا يجب ان احنا كان ببساطه في وجهه نظري الشخصيه. نعم. من اول ما تم التاكد من حدوث يعني خروج عن النصر، كان نادي الزمالك بنفسه طلع قرار ان اللعيبه متحوله نشوف التحقيقات بتاعتهم، وهم بره القايمه وبره البطوله خالص، ونفصل ما بين مشاركه نادي الزمالك الكبيره، القلعه الرياضيه الكبيره في مصر، ما بين الموقف الرياضي وما بين الموقف الاداري والانضباطي. نعم. لان احنا في الاخر مصريين، واحنا هنا الوقت كله احنا شكلنا وحش. النهارده انا اسف في اللفظ، نادي الزمالك بيفكر في الانسحاب من ايه؟ هل نادي الزمالك تعرض الى يعني الى ظلم مثلا الرياضي او اي شيء؟ نعم. ليه دايما كلمه الانسحاب دي بقت سهله؟ فبكل امانه، بكل امانه، اتمنى مسؤول نادي الزمالك كان يجب ان يعلن قرار رسمي باستبعاد الثلاثه اللي تم تحويلهم للتحقيقات في امام السلطات الاماراتيه. نعم. والفريق يكمل البطوله ان شاء الله يا رب، يكمل ب 12 لعيب بس. حتى لو هتكمل ب 11 لعيب ومعكش دكه بدلاء. ليه؟ عشان منظر الرياضه المصريه، عشان منظرنا احنا كضيوف في البلد اللي عمرهم ما عملوا معانا حاجه. ده صحيح. بيستقبلونا بكل كرم كل سنه. فكان يجب كل هل هناك اي تقصير يا كريم؟ هل هناك اي تقصير من الجانب الاماراتي في استضافه الفرق المصريه الاربعه
والوفود المصاحبة والبعثة الإعلامية الكبيرة وكل الضيوف الموجودين على أرض الإمارات؟ لا والله طبعا هقول لك كابتن شوقي، انا هقول لك موقف حصل امبارح قدامي. نعم. والله ما حد ذكره. نعم. عارف حضرتك لما حصل الموقف، لما حصل الموقف الاستاذ مسؤول الامن اللي هو تم الاعتداء عليه، كان واقف قدامنا مع مجموعه من الجهات الامنيه الاماراتيه تحت الملعب. نعم. والله العظيم اقسم لك ده حصل قدامي. عملوا ايه؟ كانوا بيفكروا ان هم يحتجزوا مصطفى شلبي من جوه الملعب. والله العظيم مسؤول الامن قال لهم ايه؟ الماتش شغال. نعم. من فضلكم هنقف ساكت، وكده الموقف باين قدامنا. نعم. وكان في زمايل صحفيين معايا شاهدين على الموقف ده. نعم. وما رضيوش ان هم خالص يبوظوا الموقف. حضرتك متخيل طبعا الموقف ان في مسؤول امني تم الاعتداء عليه داخل الملعب. نعم. بصراحه من تصرف غريب جدا من مصطفى شلبي ان هو يعمل التصرف ده. لكن بكل امانه المسؤولين الاماراتيين بيعاملوا لك كل احترام. احنا ما فيش مكان هنا بنروح الا بيتم تذليل كل العقبات. نعم. حتى والله العظيم والله المسؤولين المصريين هنا في الامارات بيذللون اي حد عنده طلب او عنده مشكله او عنده اي حاجه في اكريديتيشن، في تصريح، في ان هو عايز يخش منطقه معينه، على طول المسؤولين المصريين حتى الموجودين والاماراتيين بيذللون كل العقبات. انا مش فاهم فعلا الجمله اللي اتكتبت ان احنا نتعرض لضغوطات. ضغوطات مش اي ضغوطات بتعرض لها هنا اهو. وكان يجب ان احنا كمصريين اهو بعيد عن اهلي وزمالك. نعم. ان احنا نصحح اخطاء ما بيننا. بشكرك يا كريم، شكرا جزيلا.